بسم الله الرحمن الرحيم. طلبة الصف الثاني الثانوي، ازيكم شباب؟ هناخد مراجعة النهاردة من كتاب الديناميكا خلاص الامتحانات، صفحة 30، النموذج رقم 3. السؤال الأول معانا بيقول: بدأ جسم حركته بسرعة 20 سنتيمتر كل ثانية وعجلة منتظمة 8 سنتيمتر كل ثانية تربيع في نفس اتجاه السرعة الابتدائية، فإن المسافة المقطوعة في الثانية الخامسة فقط هي نقط. طيب احنا عشان نجيب المسافة المقطوعة في الثانية الخامسة لازم نجيب السرعة المتوسطة اللي عندي في الثانية الخامسة بكام، واقوم ضاربها في واحد. يعني السرعة المتوسطة اضربها في واحد، ليه؟ لان انت عندك المسافة بتساوي السرعة المتوسطة في عدد الثواني. طيب هو بدأ الجسم سرعته ب 20، دي السرعة الابتدائية، وعندك العجلة كانت 8 سنتيمتر كل ثانية تربيع. تعالوا كده نحلها مع بعض، ركز معايا. احنا البيانات بتاعتنا طلعناها من المسألة، عندنا عين ابتدائية موجودة كانت 20 سنتيمتر كل ثانية، والعجلة 8 سنتيمتر كل ثانية تربيع. احنا الزمن اللي عندي هو قال لي خلال الثانية الخامسة، يبقى الزمن هتقول 4.5. ليه؟ لأن الثانية الخامسة بتبدأ من ايه؟ من 4، دي الثانية الأولى، الثانية الثانية، الثانية الثالثة، الثانية الرابعة، الثانية الخامسة. عشان أجيب خلال الثانية الخامسة لازم أجيب السرعة المتوسطة. السرعة المتوسطة بتساوي عين ابتدائية زائد جيم في نون. طب نون ايه بقى؟ نون المتوسطة، لأن أنت عندك الثانية الخامسة هيبقى نصها 4.5، هي الثانية الخامسة دي. فنقول له عين المتوسطة بتساوي عين ابتدائية زائد جيم في نون. ابتدائية كانت ب 20، والعجلة كانت ب 8، والنون 4.5. بعد ما جبنا العين المتوسطة ب 56 سنتيمتر كل ثانية، بنقول له ف بتساوي عين المتوسطة في النون. النون دي اللي هي عدد الثواني، يبقى عدد الثواني كام ثانية؟ ثانية واحدة. خلال الثانية الخامسة يبقى عدد الثواني ثانية واحدة، يبقى المسافة المقطوعة هتبقى 56 في واحد ب 56 سنتيمتر. طب المسألة اللي بعدها رقم 2 بيقول لي: قذف جسم الأصلية لأعلى، فإن عجلة الجسم عند أقصى ارتفاع نقط. عايزين نجيب عجلة الجاذبية عند أقصى ارتفاع. طيب بص معايا، رقم 2 يا شباب، في معلومات عارفين عايزين نعرفها الأول كده. لما يقول لي الجسم قذف لأعلى أو أكثر ارتفاع عشان أجيبه، أكثر ارتفاع بقول العين ابتدائية تربيع على 2 في د، نحفظها. وهنا أقصى زمن هيوصل له، الزمن اللي هيقطعه في أكثر ارتفاع كان بيساوي عين ابتدائية على د، اللي هو زمن أكثر ارتفاع بيساوي عين ابتدائية على إيه؟ على د. طيب الجسم لما يقذف رأسيا إلى أعلى، العجلة عند اقصى ارتفاع تبقى ايه؟ هتبقى قيمتها، العجله ثابته ما بتتغيرش 9.8، عند اقصى ارتفاع خلاص الجسم هيبدا ايه؟ ينزل لاسفل، فاتجاه الحركه عند اقصى ارتفاع هيبقى لاسفل. يبقى عجله الجاذبيه عند اقصى ارتفاع اقول له 9.8 متر كل ثانيه تربيع لاسفل، لان عند اقصى ارتفاع الجسم هيقف، تمام؟ السرعه هي بصفر، هيبدا ايه؟ يرجع تاني، عجله الجاذبيه ايه؟ اتجاهها هيبقى لاسفل. طيب رقم 3 بيقول لي: يتحرك راكب دراجه بعجله منتظمه حتى صارت سرعته 7.5 متر كل ثانية. خد بالك، بتحرك بعجلة منتظمة خلال زمن قدره 5 ثواني، فإذا كانت إزاحة الدراجة خلال فترة التسارع بيساوي 31.25 متر، أجر السرعة الابتدائية للدراجة. طيب عشان نجيب السرعة الابتدائية يا شباب بنعمل إيه؟ إحنا عندنا هنا عين بتساوي عين ابتدائية زائد جيم في نون، دي قوانين إحنا عارفينها، وف بتساوي عين ابتدائية نون زائد نص جيم نون تربيع، وعين تربيع بتساوي عين ابتدائية تربيع زائد 2 جيم ف. دي القوانين الأساسية بتاعتنا. ولكن لما يجي في المسألة يقول لي في تسارع موجود والجسم بيتحرك بعجلة منتظمة، بنشتغل بالقانون اللي هو ف بتساوي عين النهائية زائد عين ابتدائية على 2 في نون. ده القانون اللي احنا بنحل بيه ايه؟ التمرين. ليه؟ لأن العجلة ما ذكرهاش، وهو جاب لك الإزاحة، ماشي، وجاب لك ايه تاني؟ جاب لك الزمن، وجاب لك السرعة النهائية. عايزين بقى نجيب السرعة الابتدائية، فبنعمل ايه؟ تعويض في القانون اللي عندنا، بنعوض مكان عين اللي هو جايبها ونطلع السرعة الابتدائية، ونعوض طبعا عن فيه هنا. تعالوا نعوض كده. هنا خطوات الحل اهي يا شباب: السرعة الابتدائية معرفهاش، السرعة النهائية كانت 7.5، الزمن 5 ثواني، وانا عايز اجيب ايه؟ هو جاب لك الازاحة كمان 31.5 متر، تمام. وانا عايز اجيب في التمرين السرعة الابتدائية، فبعوض في القانون عادي خالص واجيب نص 5.5، ماشي، واضرب 2.5، دي 5 على 2 ف2.5 اهي، يبقى هنا 31.25. قسمنا 31.25 على ال2.5، خلصنا من المعامل يعني يا شباب. بص لما تقسم على 2 يبقى 2.5، يبقى 31.25 على ال2.5 وتطرح منه 7.5 يديك الناتج بكام؟ ب 5. هنقسم دول على بعض واللي يطلع نطرح منه 7.5
يدي لي 5، لما يقسمهم على بعض يطلع 12 ونص، 12 ونص ناقص 7 ونص يديك 5 متر كل ثانية. تمام، دي السرعة الابتدائية لدي الدراجة. السؤال اللي بعده رقم 4 بيقول لي قذف جسم رأسية لأعلى من نقطة على سطح الأرض فقطع مسافة 16 متر خلال نون ثانية الأولى وهو صاعد، فإن المسافة التي يقطعها خلال نون ثانية الأخيرة وهو هابط، خد بالك الزمن هو هواه وما اتغيرش هنا نون هنا، فبالتالي المسافة تفضل زي ما هي برضه 16 ما اتغيرش. نوضح أكتر، إحنا عندنا الجسم قذف الأعلى وقال لي خلال زمن نون قطع مسافة 16 متر نون الأولى وهو نازل، خلال نون وهو هابط بقى الأخيرة خالص هتبقى زي الأولى نفس إيه المسافة، لأن زمن الصعود هو زمن إيه الهبوط، يبقى المسافة اللي قطعها خلال نون وهو صاعد هي نفس المسافة اللي قطعها خلال نون وهو هابط آخر لحظة أو خلال الثانية إيه الأخيرة وهو هابط، لأن الثانية الأولى وهو صاعد كان قطع 16 متر وخلال الثانية الأخيرة قطع 16 متر برضه. تمام؟ طيب التمرين اللي بعده رقم 5 بيقول إذا كانت ف بيساوي أ وب وج فضع علينا تجربة عشوائية، احتمال أ بثلث واحتمال ب بخمسين، عايزين نجيب احتمال الجيم. إحنا عارفين يا شباب إن مجموع الاحتمالات الممكنة لأي تجربة عشوائية بتساوي 1، يعني عندك احتمال أ زائد احتمال ب زائد احتمال ج بيساوي 1، يبقى نعوض يعني يا شباب ونصفي المسألة، نجمع ثلث و50 ونديهم بعكس الإشارة يديك احتمال ج ب4 على إيه؟ على 5. تمام؟ طيب التمرين اللي بعده رقم 6، قطع راكب دراجة على طريق مستقيم مسافة 37.5 كيلو متر بسرعة 25 كيلو متر كل ساعة، ثم قطع مسافة تانية 18 كيلو متر بسرعة 12 كيلو متر كل ساعة، يعني مش المسافة الأولى وبعدين مش المسافة التانية، بس مش فين؟ في اتجاه مضاد، قال لك أهو، فإن معيار متجه السرعة المتوسطة، معيار متجه السرعة المتوسطة يا شباب يعني إحنا عايزين نجيب الإزاحة نقسمها على الزمن، لأنه قال لي متجه السرعة المتوسطة، لو كان قال لي السرعة المتوسطة بس كنت جبت المسافة الكلية على الزمن الكلي، لكن لما يقول لي معيار أو يقول لي ما يقولش معيار، مش لازم يقول معيار، يقول لي مثلا متجه السرعة المتوسطة، لو قال لي متجه السرعة المتوسطة اللي هو إيه؟ الإزاحة على الزمن الكلي. طيب تعالوا نرسمها، ركز معايا كده خطوات الحل، طبعا الكلام ده أنا كنت شارحه في فيديو ولكن حصلت مشكلة يا شباب، فإيه؟ فأنا بقرأ معاكم اللي أنا كنت إيه شرحته، تمام؟ ركزوا بس وأنا هشرحه بهدوء خالص. الجسم مشى مسافة 37.5 كيلو متر، كان بادئ مثلا من الأول هنا، مشى 37.5 كيلو متر وبعدين رجع 18 كيلو متر، يبقى الإزاحة تطرح 37 ناقص 18 يديك الناتج بكام؟ ها المسافة لما نطرحها من بعض هيديك 19.5، يعني 37.5 ناقص 18 يبقى الإزاحة هتطلع 19.5. تمام؟ دي الإزاحة ليه؟ لأنه عايز متجه السرعة المتوسطة، يبقى أنت عايز تجيب الإزاحة على الزمن الكلي. الإزاحة طرحنا طلعت 19.5 على 3. طب الزمن الكلي نجيبه إزاي؟ إحنا عارفين إن الزمن بيساوي فيها على عين، يبقى الزمن الأولاني الفترة الأولى 37.5 على 25 تديك ساعة ونص، والزمن التاني ف دي المسافة التانية على السرعة اللي كان ماشي بيها في الفترة التانية اللي هي 18 على 12 بواحد ونص برضه، يبقى الزمن كل 3 يبقى تقول 19.5 على 3 اللي هي 6.5. ده لو كان طالب يا أولاد إيه في التمرين؟ طالب متجه السرعة المتوسطة اسم الإزاحة على الزمن، لو ما كانش كانت متجه كده وقال السرعة المتوسطة كنت هجمع سواء بقى في نفس الاتجاه أو العكس، هجمع يجيب المسافة الكلية على الزمن الكلي. طب يا مستر لو كان طالب متجه السرعة المتوسطة وهو مشى وكمل في نفس الطريق يبقى كنا هنجمع برضه، لأن الإزاحة عبارة عن المسافة اللي مشاها الفعلية على خط مستقيم، يعني لو مثلا لو راح ورجع كنا بنجيب إحداث نقطة النهاية ناقص البداية، لكن هو رجع مشى كده وبعدين كمل مثلا في نفس الطريق، كنت هاجمع الجزء الأولاني زائد الجزء الثاني اسمها الإزاحة، لأن نقطة النهاية تبقى هنا مثلا نقطة البداية هنا، فأقوم جامع دول مع بعض، لكن طالما رجع تاني يبقى دي بقت نقطة نهايته ونقطة بدايته، يبقى الإزاحة عبارة عن المسافة بين نقطة النهاية ونقطة البداية، الفرق بين النهاية والبداية لما يتحرك في خط مستقيم يعني يا شباب. تمام، لكن لو ما كانش بيتحرك في خط مستقيم طبعا بنعمل ايه زي مثلث قائم مثلا، يعني مثلا جسم مشى مثلا يقول لك 3 سنتيمتر وبعدين 4 سنتيمتر عايزين نجيب الازاحه، فبتجيب النقطه اللي بدأ منها لحد النقطه النهايه بتجيبها من الفسغوص تطلع ب5. هتقابلنا مساله زي دي قبل ان شاء الله، فالمساله بتاعتنا تطلع 6.5 كيلو متر كل ايه ساعه. تمام، رقم 7 بيقول لي قام متسلق للجبال بوزن نفسه قبل ان يتسلق جبل ارتفاعه 1000 متر ثم أعاد وزن نفسه عندما وصل إلى قمة الجبل، فأي من مئات صحيح؟ هو وزن نفسه هو تحت وبعدين لما طلع الجبل فوق وزن نفسه، طلع الجبل ارتفاعه 1000 متر، كل ما يطلع لفوق يا شباب عجلة الجاذبية بتقل، الوزن بيعتمد على عجلة الجاذبية علاقة طردية لأن الوزن بيساوي كف د، فهو تحت وزنه هيبقى إيه
اكبر من فوق، لان عجله الجاذبيه تحت هتبقى اعلى لما يطلع لاعلى. معنى الكلام ان قراءه الميزان هتكون اسفل الجبل اعلى منها عند قمته. والاختيار بتاع نجيم. السؤال رقم 8 بيقول: اذا علمت ان كتله الارض 6.6 في 10 اس 24 كيلو جرام، وطول نص قطرها 6.36 في 10 اس 6، فان شده مكان الجاذبيه الارضيه على سطح الارض يساوي تقريبا نقط. طيب لما يقول لي شده مكان الجاذبيه، انت بتكتب القانون بتاعك وتعوض فيه. القانون اللي هو عباره عن ايه يا شباب؟ احنا عندنا ق بتساوي الثابت في الكتله الاولى في الكتله الثانيه على مربع ايه؟ مربع المسافه. طب بالنسبه بقى لمساله شد، الشد اللي معانا بقى اللي بيتكلم عنها دي هنعمل فيها ايه؟ والله هنعوض يعني مكان القاف بكف دال. ليه؟ لان انت عندك هتجيب شده المجال الجاذبيه اللي هي الدال، هتطلع بكام شدتها وتختصر كف مع كف. تعالوا كده نشوف خطوات الحل. عندنا القانون اهو، قاف بتساوي الثابت في كف واحد كف اتنين على فيه تربيع. القوة هي قوة وزن الجسم، هنفرض إن في جسم موضوع على سطح الأرض كتلته كاف وعلى الجاذبية دال. هنا الثابت موجود 6.67 في 10 أس 11، الكتلة بتاعة الجسم في كتلة الأرض على نق تربيع. تمام، يطلع معايا الناتج بالآلة الحاسبة، نختصر كف مع كف ونحسب كل ده على الآلة الحاسبة، يطلع معاك 9.9%. مسألة مباشرة يا شباب في الحل. تمام، طب التمرين اللي بعده، تعالوا نشوف كده التمرين اللي بعده ونحلها مع بعض. نقرأ كده رقم 9: جسيم تحرك من نقطة ألف إلى نقطة باء على دائرة نص قطرها نق فإن الإزاحة الحادثة. بص معايا كده، الجسم اتحرك من ألف لحد باء، الإزاحة اللي هي القطعة المستقيمة من ألف اللي هو المسار في خط مستقيم بيجي من ألف لباء، فإحنا عايزين نجيب ألف لباء. طيب ده نص قطر وده نص قطر، إحنا هنعمل عمل يا شباب، نسقط عمود على قاعدة مستقيم بيمر بمركز الدائرة، عمود على الوتر بينصف هذا الوتر. تمام، وبيقسم زاوية الرأس، فالزاوية دي بتبقى اسمها سيتا على 2. فأنت عايز تجيب ألف ب، فنجيب ألف ب إزاي؟ لو جبنا ب س ده نقدر نجيب ضعفها. طب نجيب ب س إزاي؟ الب س دي مقابلة للزاوية سيتا على 2، فتقول له والله جاية سيتا على 2 اللي هي الزاوية بتساوي المقابل على الوتر، وتعمل مقص تقول له ب س على نق، وتقول له ب س بقى بتساوي إيه؟ نق في جاية سيتا على 2، وبالتالي الألف ب ضعف الب س، أنت عارف الكلام ده، ألف ب ضعفها، فيبقى ضعف إيه؟ الب س، يبقى 2 في بقى س اللي هي ناقص جا سيتا على 2. يبقى انت كده جبت ايه؟ الازاحه اللي مشاها الجسم، وتاخد الاختيار بتاعك اللي هو ايه؟ د. تمام، تعالوا نشوف التمرين رقم 10. لو كده حجر نرد منتظم مره واحده على منضده ولاحظ العدد الظاهر على وجهه العلوي، فان احتمال الا يزيد هذا العدد عن 5 ولا يقل عن 3، ودي معناها تقاطع، يعني نجيب الاحتمال الحارس الاول والحارس الثاني ونجيب التقاطع بينهم عشان تجيب الاحتمال. طيب نجيبها ازاي؟ هو قال لك في المساله الا يزيد عن 5، ما يزيدش عن 5، يعني ممكن يقول 1 2 3 4 5، ده الحارس ايه؟ اللي هو الف. تمام، هنفرض ان الحارس الف ارقامه 1 و2 و3 و4 و5، ده الالف. الحارس ب ارقامه 3 و4 و5 و6، لان الحارس ب لا يقل عن ايه؟ ما يقلش عن 3، يبقى 3 و4 و5 و6. وكلمه ولا لما تجي لك معناها تقاطع، وكلمه او لما تجي لنا معناها اتحاد، خد بالك. فتقاطع بينهم المشترك الثلاثة والأربعة والخمس، يبقى احتمال التقاطع بيساوي نون ألف تقاطع به على نون ف، تلات عناصر من ستة يبقى نص، يبقى إجابتك بنص. طب السؤال رقم 11: إذا كان ألف وب حدثين متنافيين من فضاء عينة التجربة عشوائية، وكان احتمال ألف بيساوي احتمال ألف مكملة، وعندك احتمال به نص احتمال ألف، فإن احتمال به بكام؟ خد بالك، طالما ألف بيساوي ألف مكملة يبقى كل واحد بنص، لأن أنت عندك في التمرين أو أنت عارف إن احتمال ألف، احتمال ألف يا شباب هو لما تضيف على احتمال ب بواحد، يعني الف شرطه بواحد، احتمال الف زائد احتمال الف شرطه بايه؟ بواحد، الحدث ومكملته مجموعهم بواحد. فهو في المساله بيقول لك ايه؟ اذا كان الالف احتمال الف بيساوي ب، فيبقى كل واحد فيهم بكام؟ بنص، لان هما الاثنين مجموعهم بواحد وهما زي بعض بقى بنص، يبقى ده نص وده نص. اقتنعت كده؟ ها تاني، احتمال الالف بيساوي الف شرطه هو قال لي عليها في المساله، يبقى انت هتستنتج ان كل واحده فيهم بنص، لان هما الاثنين كان مجموعهم بواحد. طب هو قال لك ايه في المساله؟ بيقول لك احتمال ب نص احتمال الف، طب ما انت عندك اللام الف كانت بايه؟ بنص، يبقى نص في نص بايه؟ بربع، يبقى اجابتك بربع، هتاخد الاختيار بتاعك اللي هو ب. التمرين اللي بعده يا شباب بيقول لي: يتحرك جسم بسرعه ابتدائيه وعجله ج وسرعه نهائيه ع، وكانت ع ناقص ع ابتدائيه بتساوي 8 سنتيمتر كل ثانيه، وع زائد ع نهائيه ب 25 سنتيمتر كل ثانيه، فان الجذر التربيعي لاربعه مضروبه في ك ف. انت لو ضربت دول في بعض هيديك عين تربيع ناقص عين تربيع، اللي هي فرق مربعين، ضربت المعادله الاولى والمعادله الثانيه في بعض هيديك العلاقه دي، ان عين تربيع ناقص عين تربيع بيساوي 200. تمام، طيب انت عارف ان عين تربيع علاقه خدتها قبل كده، ان عين تربيع بتساوي عين تربيع زائد 2 ج ف،
عوض بقى، او ودي العين تلقى تربيع بعكس الاشاره هنا، ودي ده بعكس الاشاره، فيبقى عين تربيع مع سالب تلقى تربيع بيساوي 2 ج في ف. عوض بقى مكان عين تربيع مع سالب تلقى تربيع دي ب 200 اهي، يبقى 200 بتساوي 2 ج في ف، اقسم على الاثنين فيبقى ج في ف ب 100. ترجع تعوض بقى في اللي هو طالبه، هو طالب الجذر التربيع ل 4 ج في ف، يبقى 4 في العجله كانت ب 100، خد بالك متر على الثانية، وهنا المسافة كانت ف بقت م، المسافة اللي هي ف كانت بالمتر، المسافة بالمتر. فأنت لما تيجي تجيب الجذر دي يا شباب تاني عشان ما تلخبطش، ما أقول ج في ف عشان التمييز في الاختيارات جايب لك 20 سنتيمتر كل سنة تربيع ولا 20 سنتيمتر كل ثانية، فأنت بتعوض مكان العجلة اللي هي إيه؟ العجلة م متر لكل سنة تربيع، م ها على إيه؟ على الثانية تربيع، وعندك المسافة بم متر، فم في م م تربيع، لما تيجي تاخد الجذر هيبقى هنا إيه؟ ميم وهنا ايه؟ س، يبقى الناتج 20 ميم متر ولا سنتي يا شباب حسب ما هو جايب في المسألة، كان جايبها بالسنتي، تمام، يبقى سنتي متر لكل ايه؟ لثانية، لأن العجلة كانت سنتي متر لكل ثانية، هو جايبها لك في المسألة بسنتي متر لكل ثانية، سنتي متر كل ثانية تربيع اللي هي العجلة، تمام؟ كان تمييز سنتي متر، خلاص كده واضح؟ أقولها تاني، إحنا قلنا إن الجذر التربيعي لـ4، ركز معايا في حتة تانية. 4 ج في ف، لما عوضنا هتبقى 4 في 100 ب 400، يبقى جذر 400 بكام؟ ب 20، بس انت محتار بقى هتختار ايه في الاختيارات، طبعا بنختار سنتيمتر لكل ثانية، ليه؟ لأن العجلة كانت سنتيمتر لكل ثانية تربيع، والف كانت بسنتيمتر، سنتيمتر بسنتيمتر بسنتيمتر مربع، لما تيجي تاخد الجذر هيتوزع يعني، فتاخد إجابتك ج. تمام، السؤال رقم 13 بيقول لي قذف جسم رأسيا لأعلى من نقطة على سطح الأرض فعاد إليها بعد 10 ثواني من لحظة القصف، فإن سرعته الابتدائية بتساوي نقطة. تعالوا كده نحلها يا شباب مع بعض، رقم 13 قذف جسم رأسيا لأعلى، أهو قذف لأعلى من عند نقطة وعاد إليها، طبعا احنا عارفين زمن الصعود بيساوي زمن الهبوط، لما يستغرق في رحلة كلها 10 ثواني يبقى زمن الصعود بخمس ثواني وزمن الهبوط برضه بخمس ثواني. عايزين نجيب السرعة الابتدائية، السرعة اللي قذف بيها. طيب أنت ممكن تجيب زمن أقصى ارتفاع، زمن أقصى ارتفاع تساوي العلة الابتدائية على إيه؟ على د، تمام؟ ما هو زمن أقصى ارتفاع هو الزمن بتاع مين؟ بتاع الهبوط اللي تحت، دي طريقة، وفي طريقة تانية للحل غير دي، ولكن عايزك تبقى فاهم بس إن النون بتساوي العلة الابتدائية في د، فأنت ما تقوم جايب على طول العلة الابتدائية بتساوي د في إيه؟ في النون، تقوم جايب 5 في 9 و8 من 10، 5 في 8 ب 40، صفر معايا ب 4، 5 في 9 ب 45 و4 49، يبقى إجابتك إيه؟ 49 متر لكل إيه؟ لكل ثانية، دي طريقة. الطريقة التانية اللي أنت بتعوض في القانون عادي خالص، عين بتساوي عين ابتدائية زائد إيه؟ زائد د في نون، تمام؟ هو هابط ولا صاعد؟ هو عايز إيه سرعته الابتدائية اللي قذف بيها؟ طب هو كان ماشي كده يا أولاد طالع لفوق يعني عكس اتجاه الجاذبية، يعني القانون بتاعنا عين بتساوي عين ابتدائية ناقص د في نون لأن العجلة بالسالب، تمام؟ طيب لما يوصل لأقصى ارتفاع فوق عين النهائية تبقى بصفر، دي بصفر، عين ابتدائية أنت عايز تجيبها، الدال 9.8 الزمن كان بخمسة، خلاص يبقى عين ابتدائية بتساوي 9.8 في ايه؟ في خمسة، أنا وديها بعكس الإشارة، يطلع معانا نفس الناتج 49 متر كل ثانية، نفس الطريقة. فهمنا كده يا شباب؟ يبقى في قدامك طريقتين للحل، يا إما تعوض في القانون، الزمن أكثر ارتفاع والزمن إيه بتاع الهبوط اللي عندك، لما يطلع مثلا في 10، هو قال لك أهو 5 ثواني وهو طالع هو نازل، فقلنا الزمن لما يوصل لأعلى حاجة خالص هو الزمن بتاع إيه؟ الهبوط، وعوضنا جبنا الزمن هو طالع اللي هو كان بخمسة، وعندك عين ابتدائية على د اللي هو القانون انت حافظه، زمن أقصى ارتفاع بيساوي عين ابتدائية على د. طب ممكن يطلب منك حاجة تانية اللي هو إيه؟ أقصى ارتفاع يصل ليه اللي هو فيه بتساوي عين ابتدائية تربيع على 2 في د، ده القانون برضه بحافظه، أقصى مسافة يوصل لها الجسم مسافة أقصى ارتفاع أو عين ابتدائية تربيع على 2 في د. طيب التمرين اللي بعده رقم 14، إذا كانت سرعة الإقلاع للطائرة هي 65 متر كل ثانية وكانت أقل الطائرات تسارعا بتسير بعجلة 3 متر كل ثانية تربيع، فإن أقل طول لممر إقلاع يسمح لجميع الطائرات بالإقلاع منه، نفهم كده المسألة، الطائرة شباب كانت بادئة من السكون، إذا كانت سرعة الإقلاع يعني هي راح تطير كانت 65، دي سرعتها في خلال الممر اللي عندك ده، ما هو بيقول لك ايه؟
اقرأ كده من الأول للآخر. إذا كانت سرعة الإقلاع للطائرة 65 متر كل ثانية، دي سرعة الإقلاع، وكانت أقل الطائرات تسارعا تسير بعجلة، العجلة بتساوي 3 متر كل ثانية تربيع، فإن الطول أقول لك أقل ممر للإقلاع، يعني المسافة دي بكام اللي هتمشيها الطيارة الأول قبل ما تقلع وتطير كده أكل وتطلع؟ ما هي كانت ساكنة، فهمته؟ هي كانت الأول ساكنة، كانت يعني الابتدائية بتاعتها بإيه؟ بصفر، لأنها كانت ساكنة في مكانها، فمشت شوية بساط كده وبعدين راحت تقلع. فبقول لك سرعة الإقلاع بتاعتها كانت 65 متر كل ثانية، والعجلة كانت 3 متر كل ثانية تربيع. احنا عايزين نجيب المسافة دي قد إيه لما تبقى تتحرك من السكون، لأنها كانت واقفة وبتمشي بسيط 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 وبعدين تضطر لازم تعرفيه. فدي اسمها سرعة الإقلاع، اللي هي السرعة النهائية خلال المسافة اللي مشتها. كانت ماشية سرعة ابتدائية بدأ من السكون أهو، كانت الأول واقفة، ها، لان العجله بايه بتزودها، العجله بتزود 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 لحد ما تقوم تطير، العجله التسارعيه هي يا اولاد بتزود، تمام؟ فانت هتعوض في القانون وتشتغل عادي بقى. القانون اللي بيربط بينهم هما الثلاثه عندك عين تربيع، لان انت الزمن مش موجود، هتقول له والله ان عين تربيع بتساوي ايه ابتدائيه تربيع زائد 2 ج ف، تمام؟ زمن الاقلاع اللي هو 65 تبقى 65 تربيع، وابتدائيه بصفر، 2 في العجله اللي هي 3 في ف اللي انت عايز تجيبها، يبقى 65 تربيع على الستة، تحسبها بقى الحسبة بقى وتطلع الناتج، 65 تربيع على الستة يطلع الناتج بكام؟ 704، لأقرب متر تبقى 704 متر، ده للتقريب الأقرب متر. سؤال 15، إذا كانت النسبة بين كتلتين كوكبين 4 إلى 9 والنسبة بين نصفي قطرين 1 إلى 6، فإن النسبة بين عيتي جاذبية على الترتيب كام؟ تعالوا نجيب المعطيات اللي عندنا في التمرين. انت عندك الكتلة الأولى إلى الكتلة الثانية كانت 4 على 9، والنسبة بين نصفي قطرين نص القطر الأول إلى نص القطر الثاني كان نسبة 1 إلى 6. عايزين نجيب النسبة بين ده الواحد وده الاتنين، ده قانون تحفظه طبعا، ده الواحد على تلاتة اتنين بيساوي كاف واحد على كاف اتنين في نق اتنين تربيع على نق واحد تربيع، تمام؟ عوض كده مكان الكاف اللي عندك 4 على 9، هنا تقلب دي على دي، يعني تبقى 36 على ايه؟ على واحد، 36 على 9 فعلى 4، 4 فعلى ايه؟ ب 16، يبقى ده الواحد على ده الاتنين يساوي 16 إلى 1، الإجابة بتاعتك ده، تمام؟ 16 إلى 1. ننتقل للسؤال اللي بعده يا شباب، رقم 16، بيقول لي في احتفال المدرسة بتكريم أوائل طلابها إذا كان احتمال حضور المحافظ 8 من 10 واحتمال حضور المدير العام 9 من 10 واحتمال حضور مدير عام التعليم 9 من 10 واحتمال حضورهما معا 2/700 اللي هو التقاطع، فأنت هتفرض إن الألف احتمال حصول مين الأولاني، تقول لام ألف بيساوي اللي هو احتمال حضور مين المحافظ 8 من 10، ولام ب اللي هو الشخص الثاني اللي هو المدير العام كان 9 من 10، تمام؟ والتقاطع لأن معا، معا دي معناها التقاطع يا شباب، ألف تقاطع ب كانت 72%، حضورهم معا كان 72%. فبقول لي أوجد احتمال حضور المحافظ فقط، المحافظ فقط يعني الألف فقط، يعني ألف فرق ب، ألف فرق ب اللي هي احتمال الألف ناقص احتمال التقاطع، طبعا تبقى حافظ القانون زي اسمك، احتمال الألف كان عندي ب 8 من 10 ناقص 72%، لما نطرحهم من بعض تطلع معانا كام؟ ب 8%. طب ده رقم واحد. المطلوب اللي بعده يقول لي هنا يا شباب ايه في المسألة؟ احتمال حضور مدير عام التعليم فقط، مدير التعليم دي خلاص احنا عملناها، ده المحافظ فقط، يبقى التاني ب ناقص ألف، يعني يبقى احتمال ب ناقص ألف اللي هو الشخص التاني اللي احنا فرضينه اللي هو ب اللي هو المدير العام، يبقى احتمال الب ناقص احتمال التقاطع، احتمال الب كانت كام؟ 9 من 10 ناقص التقاطع اللي هو 72%، هنطرحهم من بعض، 9 من 10 ناقص 72 دي 18%. طيب المطلوب اللي بعده رقم 3، بيقول لي ايه هنا؟ احتمال حضور احدهما على الاكثر، على الاكثر دي يعني مكملة التقاطع، كلمة على الاكثر يا شباب يعني مكملة التقاطع، ماشي؟ يبقى رقم 3 اقول له احتمال الف تقاطع به مكملة، تبقى حافظ، وكلمة على الأقل يعني اتحاد، لكن نقول أحدهما على الأكثر مكملة التقاطع، تمام؟ يبقى واحد ناقص احتمال ألف تقاطع ب، التقاطع عندك بينهم كان 72%، يبقى واحد ناقص 72% تديك 28%. رقم 4،
احتمال حضور احدهما على الاقل. على الاقل ديت يعني ايه؟ اتحاد الف اتحاد ب، اللي هو احتمال الاول زائد احتمال الثاني ناقص احتمال ايه؟ التقاطع. الاول اللي هو كام؟ 8 من 10، والب اللي هو كام؟ 9 من 10، والتقاطع اللي هو كام؟ 72%. نجمع دول مع بعض، 9 زائد 8 بكام؟ انت عندك الالف كانت 8 من 10، وعندك الب كانت 9 من 10، ركز كده معايا، والتقاطع كان 72%. طب لما نيجي نجمع دول مع بعض، 9 و8 17، يعني 1.7 من 10 ناقص 72%، نقوم حاطين صفر كده ونساوي الأجزاء، تبقى 10 ناقص 2 ب8، ودي بقت إيه؟ 16 ناقص 7 ب9، يعني طلع الناتج 98%. رقم 17 صفحة 32 من كراسة المعاصر، نموذج رقم 3 يا شباب، مكملين مع بعض المسائل. رقم 17، إذا كان في فضاء عينة تجربة عشوائية وعندك الألف جزئية من فضاء العينة، وبيقول لي احتمال الألف مكملة على احتمال الألف بيساوي 3/5، تمام؟ هو عايز احتمال ألف، أنت عارف إن احتمال الألف زائد المكملة بتاعتها بيساوي 1، طب ما تفرض ده مثلا 3 س وده 5 س واعملها معادلة، عوض مكان الألف ب5 س، والاحتمال الألف مكملة اللي هو 3 س، كل ده 1، يعني معنى كده إن السين هتبقى بتمن. تعالى بقى نجيب احتمال مين اللي هو طالبه في المسألة، هو عايز احتمال الألف، احتمال الألف ده كان عبارة عن إيه؟ 5 س، يبقى 5 في 8 هيديك 5 إيه؟ أتمان، ماشي؟ ألف وباء جسمان يتحركان في اتجاهين متضادين ومعيار سرعة ألف ضعف معيار سرعة ب، فإن عين ألف بالنسبة لب، طبعا يا شباب إحنا حافظين القانون، عين ألف بالنسبة لب اللي هي عين ألف ناقص عين ب، تمام؟ طيب هما بيتحركوا في اتجاهين متضادين، يعني انت تفرض مثلا اتجاه الحركة مع مين؟ مع الأول، تعالى كده نفرض إن هو مع الأول، عندنا الجسم اللي هو ألف ماشي كده، والجسم التاني اللي هو ب ماشي عكسه، فتفرض متجه الوحدة ياء مع الألف، فالب تبقى بعكسه، فبالتالي عين ألف بالنسبة لب تبقى عين ألف زائد عين ب، خلاص؟ ليه غيرنا الإشارة؟ لأن الب عكس اتجاه ي اللي أنا فرضه، يبقى فرض اتجاه الحركة مع مين؟ مع الألف. خلاص يا شباب، تعالوا بقى نعوض، يقول لك إذا كان معيار سرعة ألف ضعف معيار سرعة ب، يعني سرعة ألف ده ضعف سرعة مين؟ الب، يقوم جاي معوض مكان مين؟ ها مكان الألف، بس خد بالك هو في الاختيارات عايزها بدلالة الألف، فلما أقول سرعة ألف ضعف ب، يعني سرعة ب تبقى نص سرعة ألف، هتقوم معوض أهو، هتشيل الب وتكتب مكانها نص سرعة ألف، خلاص؟ نجمع بقى 1.5 تبقى 3/ايه؟ على 2 سرعة ألف، هو عايز معيار يعني يا شباب مش هتفرق معانا ايه الإشارة، يبقى 1.5 ايه؟ طالما هو معيار يبقى أنا مش هاخد ايه علامة المتجه يعني وأنا ايه؟ بحل، يبقى سرعة ألف بالنسبة لباء تبقى كام؟ 1.5 مع مين؟ عين ألف، فهمتوا؟ ليه مش عاملين على المتجه؟ لأنه عايز المعيار يعني. طيب السؤال اللي بعده رقم 19، إذا كان ألف وباء حدثين من فضاء عينة لتجربة عشوائية، فإن احتمال وقوع الحدث ألف فقط اللي هو ألف فرق ب، احتمال ألف فرق ب، خد بالك من السؤال رقم 19 بيقول إيه؟ إذا كان ألف وباء حدثين من فضاء عينة، دي خلاص إحنا قلناها هتطلع احتمال ألف فرق ب اللي هو ألف فقط يا شباب، ألف فرق ب، لو قال لي ب فقط أقول ب فرق ألف، ولو قال لي ألف أو ب اللي هي الاتحاد، ولو قال لي ألف وباء معا اللي هي التقاطع، ألف تقاطع ب، ولو قال لي وقوع أحدهما على الأكثر اللي هي مكملة التقاطع، وقوع أحدهما على الأقل اللي هي الاتحاد، احتمال ألف اتحاد ب. طيب التمرين رقم 30 ولا 20، رقم 20 يا شباب، بيقول لي يحتوي صندوق على 9 بطاقات مرقمة من 1 لـ9 متماثلة تحمل أرقام من 1 لـ9، اختيرت بطاقة عشوائيا، يعني أنت عندك فضاء العينة 1 2 لحد إيه؟ لحد 9، ده فضاء العينة، احتمال أن تكون البطاقة المسحوبة تحمل رقم يقبل القسمة على 9 أو يعني إيه يا أولاد؟ يعني اتحاد. طب عدد إيه؟ تاني كده؟ أه رقم يقسم على 9، يعني عدد يقسم على 9، يعني العدد 9 تنفع تقسم عليه، يعني تنفع 9 تقسم على مين؟ على 1 و3 و9، يعني ضعفات 9، يبقى مقولها في المسألة رقما يقسم على 9، يعني 9 تنفع تقسم عليه، تمام؟ ورقما فرديا، يبقى الأرقام الفردية اللي هي إيه؟ الـ1 والـ3 والـ5 والـ7 والـ9، يبقى أنت هتجيب الاتحاد بينهم، لأن قال لك أو، لكن في تمرين خدناه من شوية وهي يعني تقاطع، يبقى أنت لما تيجي تجيب أو دي يعني اتحاد، تقول له والله الـ1 والـ3 والـ9 هتاخدها، وهتاخد الـ5 والـ7، ما تكررش بقى وأنت بتكتب الأرقام هنا، يبقى الاحتمال هجيبه إزاي؟ ده مثلا خليه الحدث جيم، يبقى احتمال حدث جيم هتقول له والله نون جيم على نون ف، تعد العناصر بتاعتك 1 2 3 4 5، ماشي؟
على العدد كله اللي هما كام؟ 9 عناصر. يبقى كام يا ولاد؟ 5 على 9. الحل بتاعنا الإجابة د. التمرين اللي بعده يا شباب رقم 31 بيقول لي: إذا سقط جسم من ارتفاع 19.6 متر على أرض رملية، فغاص فيها مسافة، المسافة اللي هنا 14 سنتيمتر، اللي هي 14 من 100 متر، لأن المسافة فوق بالمتر، حتى سكن لحد ما وصل هنا عين نهائية بصفر. خد بالك هنا فوق بتحرك فوق في الفراغ في الفضاء، العجلة 9.8 متر لكل ثانية تربيع. العجلة هنا هو ساقط لأسفل أهو مع اتجاه الجاذبية، تمام؟ هنا بقى العجلة بتختلف، هو عايز العجلة جوه هنا. فأنت فكرة الحل اللي هو طالما سقط يعني ابتدائية بصفر، تمام؟ فكرة الحل سقط يعني ابتدائية بصفر، وعين النهائية اللي هنا هتبقى هي عين ابتدائية في المرحلة الجديدة، ماشي؟ لما تعرف عين الابتدائية هنا بكام تقدر بقى أنت تجيب العجلة جوه الرمل. يبقى أنت هتقسم مسألتك إيه؟ جزئين، الجزء الأولاني في الفضاء، الجزء الأولاني يا ولاد في الفضاء بنشتغل بعجلة الجاذبية وبالموجب، لأن اتجاهها مع إيه؟ مع عجلة الجاذبية، لازم لأسفل. يقول والله هنا عين تربيع تساوي عين ابتدائية تربيع زائد 2 د في ف، تمام؟ عايزين نجيب عين النهائية، يبقى عين تربيع بتساوي عين ابتدائية 0 اللي هو زائد من السكون 2 في 9.8 في المسافة اللي هي 19.6، تجيبها بالآلة الحاسبة الجذر التربيع 2 في 9.8 في 19.6، احسبها على الآلة. تطلع معانا 19.6 متر كل ثانية. جبت انت السرعة النهائية اللي هنا اللي هتبقى ابتدائية بقى في المرحلة الجديدة، تمام؟ فبقت دي ابتدائية في المرحلة الجديدة اللي هي دي اللي معانا، يبقى النهائية في المرحلة الأولى هي ابتدائية في المرحلة الجديدة، تمام؟ وعندك فيه وعندك العدد النهائي بصفر، تقدر بقى تقول والله هنا أقول له إن عين تربيع بتساوي عين ابتدائية تربيع زائد 2 ج في ف. عين النهائية بقى هي اللي بصفر لأنه سكن، بتساوي عين ابتدائية اللي هنا خدناها من فوق هنقول تربيع هنربع ده يبقى 19.6 تربيع زائد 2 في العجلة. خد بالك العجلة تقصيرية، لأن الجسم وقف في الآخر، كان ماشي بسرعة والعجلة توقف فيه، فالعجلة ها تقصيرية تقدر تطلع معاك بالسالب يعني. خلاص ها في الفعل هي 14 من 100، تودي دي الناحية التانية تبقى سالب 19.6 تربيع. خد بالك التربيع ملوش دعوة بالإشارة، ماشي؟ على 2 في 14 من 100 يديك العجلة تحسبها بالآلة الحاسبة، طلع الناتج تطلع معانا بالسالب طبعا 1300. كل ده شغل آلة حاسبة يا شباب، تصفيها بس بالآلة 1372 متر لكل إيه ثانية تربيع. وصلنا للتمرين اللي بعده يا شباب رقم 32. طبعا الإجابة بتاعتك موجودة أهي اللي هي 1000. طيب 32 بيقول لي: دراجة بخارية إيه تتحرك بسرعة 50 كيلومتر كل ساعة، شاهد سائقة سيارة به متحركة في نفس الاتجاه، فبدت لها أنها تتقدم عليه بسرعة 15 كيلو متر كل ساعة، أوجد سرعة السيارة الحقيقية. طيب بتحل ازاي يا شباب؟ طبعا الجسمين بيتحركوا في سرعة نسبية يعني موجودة. ركز معايا، انت عندك هنسمي طبعا هو ألف هو الدراجة البخارية بيتحرك بسرعة، سرعة ألف كانت 50 كيلو متر لكل ساعة، شاهد سائقة سيارة به، في سيارة به اهي متحركة في نفس الاتجاه، يعني الألف كانت ماشية كده وسيارة تانية به ماشية كده لها سرعة. فبدت له، خد بالك عين الرائي بتبقى هنا، يعني مين اللي بيبص؟ الألف بيبص على به، يبقى عين به بالنسبة للألف، لأن الألف بيبص على به، اللي راكب العربية الألف ده بيبص على به، يبقى عين به بالنسبة للألف، دي عين الرائي يا شباب عشان اللي بيتلخبط، ماشي؟ وتقوم كاتب القانون بتاعها بقى من غير أي من غير لخبطة، تقول عين به ناقص عين ألف، ده القانون بتاعها. بتعمل إيه بقى في الاتجاهات؟ بتقوم كاتب اتجاهك دايما مع الأول، وأنت بتحل يعني، براحتك عايز مع التاني مفيش مشكلة، بس إحنا دايما بنعملها مع الأول عشان ما نتلخبطش. دي ماشية موجب، دي مش موجب ما تغيرش بقى الاشارات، يبقى القانون اهو عين ب بالنسبه لالف بتساوي عين ب ناقص عين الف كده، ايه مش هتغيرش حاجه. عوض بقى، هو قال لك بدت له يعني السرعه النسبيه كانت 15 كيلو متر كل ساعه، بدت له مع اتجاه ايه بتساوي سرعه ب ما عرفهاش، وسرعه الف كان جايبها 50 في اتجاه ايه، كده بقت سهله، ودي دي الناحيه التانيه بعكس الاشاره، يبقى سرعه ب هتقول 15 في اتجاه ايه زائد 50 في اتجاه ايه، يبقى 65 مع اتجاه ايه، يبقى السرعه هتبقى بكام؟ ب 65 سرعة السيارة به الفعلية، تبقى 65 كيلو متر كل ايه؟ لكل ساعة. خلاص كده فهمنا السرعة النسبية، قانونك ثابت ما بيتغيرش،
وتاخد بالك تفرض اتجاه حرارتك مع الاول وبدل ما ماشي معايا يبقى ده موجب، لكن لو ده العكس كانت هتتغير. كنا خدنا مساله من شويه في نفس الايه في عكس الاتجاه. طيب تعال نشوف حاجه تانية كده، رقم 23، اذا تحرك الراكب دراجه 6 كيلو متر غربا ثم تحرك بعد ذلك 8 كيلو متر في زاويه قياسها 60 درجه جنوب الغرب، فان معيار ازاحه راكب الدراجه بيساوي نقط كيلو متر. طيب تعال نعمل الاتجاهات بتاعتنا، هنا الشمال، جنوب، شرق، غرب. تعالى كده ركز الأول، الجسم يبدأ من هنا. تحرك راكب دراجة 6 كيلو متر غربا، مشى ناحية الغرب لحد هنا 6 كيلو متر، بعد ذلك 8 كيلو متر بزاوية 60 درجة جنوب الغرب. تقوم عامل اتجاهات جديدة كده، جنوب الغرب، شايف الألف واللام دي؟ يعني هي طبعا ده الجنوب أهو الجديد أهو، ده الغرب، اتحركت في جنوب الغرب. شباب ركز معايا، جنوب الغرب، شايف الالف واللام مع غرب يبقى الزاويه مع الغرب، لو قال لي غرب الجنوب كنا حاطين الزاويه هنا، لما بقول لك جنوب الغرب، جنوب الغرب يبقى تيجي مع الغرب تحط الزاويه ب 60. تمام، مش قد ايه بقى لحد ما وصل، مش هنا 8 كيلو متر في اتجاه مين؟ اتجاه يا ايه شباب؟ جنوب الغرب، مش 8 كيلو متر بزاويه 60 درجه، وكان بادئ من هنا. هو عايز ايه بقى؟ الازاحه، الازاحه بنجيب نقطه النهايه اللي هنا، نقطة البداية نوصلهم ببعض، لأن الجسيم كان ماشي كده وبعدين ماشي كده، يبقى إحداثي الإزاحة هتمشي منين؟ النهاية ناقص البداية. يعني أنت عايز تجيب البعد ده يا شباب، عايز تجيب البعد ده، تعمل بقى مثلث، تقول والله ده مثلث ألف ب ج، والزاوية دي تبقى 120 درجة، وتجيب الضلع ده من الترم الأولاني خدنا إن الألف ج تربيع، فاكرين القانون؟ ألف ج تربيع بيساوي 6 تربيع ب 36 زائد 8 تربيع ب 64 ناقص 2 في الأول في الثاني في كوزين الزاوية اللي بينهم اللي هي جتها 120. تحسب كل ده على الآلة الحاسبة وتجيب الجذر التربيعي. معانا الناتج 2 جذر 37. خلاص اتأكد برضه بالآلة معاك 2 جذر 37 وحل معايا بإيدك عشان تبقى فاهم. التمييز بتاعنا إيه؟ كيلو متر. المسألة بعدها رقم 34، قذف حجر في بئر فارغ بسرعة 4 متر كل ثانية رأسية لأسفل فوصل إلى قاع البئر بعد 2 ثانية، فإن عمق البئر بيساوي نقطة. تمام، حاول بس تركز معايا، قذف حجر في بئر، هذا البئر أهوت، بئر مثلا أهوت المنظر ده، شوف قذف بسرعة إيه؟ قذف بسرعة ابتدائية كام؟ 4 متر كل ثانية، دي السرعة اللي قذف بيها الحجر رأسية لأسفل. قذف حجر في بئر فارغ، البئر كان فارغ مفيش فيه مية أهو، هذا البئر إيه؟ فارغ مفيش مقاومة عندك. طيب قذف حجر، هذا البئر الفارغ قذف فيه حجر بسرعة ابتدائية 4 متر كل ثانية، ها لأسفل، قذف لأسفل فوصل إلى قاع البئر بعد 2 ثانية، وصل للقاع بعد إيه؟ زمن 2 ثانية، فإن عمق البئر اللي هو الارتفاع قد إيه؟ عايزين نجيب الارتفاع. تمام، وجاب لك الزمن. طب هو ما يتحسب في البئر هو فارغ، يبقى هو كده ماشي مع الجاذبية، يعني احنا مش محتاجين العجلة. لو كان في بقى مية أو في رمل مثلا يعني وحاجة بتغوص فيها، دي كان هيبقى فيها ايه عجلة، عجلة جديدة غير الجاذبية، لكن طالما هو فارغ يعني ايه يا أولاد؟ يعني بيتحرك بعجلة الجاذبية. خلاص كده المسألة اتحلت، بقت سهلة إن شاء الله يعني. تمام، لأن هو فارغ، ما في عادي واحد بيحدف مثلا طوبة ويوقعها. تمام، فكان بادئ بسرعة ابتدائية، وعندك فيه وعندك لون وعندك العجلة، تقدر والله تستغل بقى عشان يطالب منك في المسألة عايز فيه، بتقول والله القانون بتاع فيه، فيه بتساوي عليه ابتدائية نون زائد نص د نون تربيع في العجلة اللي 9.8 في مربع الزمن اللي هو 4، هنا طلع 8 وهنا 2 في 9.8 يعني 8 زائد 2 في 2 16 في 9.18 1 19 يعني نزل 6، 19 و8 27 تطلع 27 و6 ايه متر. يبقى تاني يا شباب، طالما البئر فارغ يبقى الجسم لما يسقط هيبقى معاه عجله ايه؟ جاذبيه. القانون التالت انا ما اعرفش سرعته بكام، فما ينفعش ان نشتغل بالقانون التالت يا شباب. تمام، يطلع الناتج 27 وايه؟ 6 الاجابه بتاعتنا د. كده نكون خلصنا الامتحان يا شباب، اتمنى تكونوا فهمتوا، وربنا يوفقكم دايما، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.